نعم، يعني في البداية أحد أهم المنظمات التي تأخذ على عاتقها حماية حقوق الإنسان بشكل عام ومن ضمنها حقوق المواطن العراقي هي الأمم المتحدة باسمها الجهة الأممية أو المنظمة الأممية التي ينضوي تحتها كافة الدول. يعني فعليا يوجه أسئلة من قبيل هذه الأسئلة، يوجه لماذا لا تقوم الأمم المتحدة بدورها في الحفاظ على حقوق الإنسان سواء في العراق أو في العالم ككل. هذه الأسئلة يجد مسؤولو الأمم المتحدة أنفسهم مضطرين للإجابة عليها، ولكن يعني بحرج وبإحباط متناميين. فعليا يعني لماذا لا تستطيع الأمم المتحدة حل المشكلة في العراق؟ هذا الأمر فعليا يعني نجده كمعضلة حقوقية، لأنه بالرغم من أن السبب الرئيسي في أن الأمم المتحدة يعني هي معنية في إحقاق العدالة وإحقاق الإنسانية، فهي تبدو عقيمة بسبب أن الدول الأعضاء غير متعاونة على الإطلاق في مسألة إنهاء النزاعات المسلحة في العالم وفي دول العالم الثالث وبلدان العالم العربي على وجه التحديد. ويعني هي تأخذ المسألة في كأي انتهاك على حقوق الإنسان، وهذا يدعمه تفاقم الأزمات، بحيث تتذرع دائما الأمم المتحدة بعدم إمكانياتها لمواكبة كافة هذه الانتهاكات وإيجاد الحلول لها. يعني مسألة يعني التقييم الحقوق أو مسألة تقييم الأزمة الإنسانية الآن في العراق هي فعليا توصف بأنها أزمة كارثية. تم إطلاق يعني صافرة الإنذار أكثر من مرة حول مسألة الحقوق المنتهكة في العراق. هناك يعني على كافة الأصعدة، إن كنا نريد أن نقول، الانتهاكات شملت القتل خارج نطاق القانون، التهجير القسري، وأيضا الإعدامات الميدانية، بالإضافة إلى التدخل غير المشروع من قبل ميليشيات مسلحة غير تابعة للنظام أو القوات الوطنية المعترف بها.